قال والغارمين جمع غارم، والغارم من لزمه الغرم يعني الدين، سواء كان الدين قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف أم غير ذلك. والغارم نوعان، غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه من عليه دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من الزكاة ما يكون وفاء لدينه، وأنت بالخيار إن شئت فأعطي الغارم بنفسه، وإن شئت فأعطي صاحب الدين على حسب ما ترى من المصلحة. فإذا خشيت أنك لو أعطيت الغارم لأنفق هذا المال في غير الدين، فحينئذ توفي الدين بأن تعطي صاحب الدين. وأما إذا كان الغارم رجلا رشيدا فالأفضل أن تعطيه بنفسه، لأنه قد يجد غضاضة في أن تعطي صاحب الدين. النوع الثاني من الغارم، غارم لإصلاح ذات البين، كما لو كان هناك فتنة بين قبيلتين أو طائفتين فأراد شخص أن يتوسط بينهما للإصلاح، واحتاج إصلاحه إلى المال، يعني قبيلتان أو بلدان بينهما شجار ونزاع، فتدخل رجل للإصلاح ولزم من ذلك، قال أنا أعطيكم 1,000,000 ريال وأنتم 1,000,000 ريال وكفوا، فقالوا نعم نكف، في هذه الحال يعطى من الزكاة، لكن ما لم يدفع من ماله. فلو أن المصلح بين ذات البين دفع من ماله، قال تفضلوا 1,000,000 وهؤلاء 1,000,000، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن الوصف الذي يستحق به الزكاة ليس موجودا فيه، وليس غارما الآن. ما الطريق؟ الطريق أن يذهب إلى أهل الزكاة ويأخذ منهم، أو أن يعد هؤلاء ويقول أعطيكم، فيذهب إلى أهل الزكاة ويأخذ منهم. إذن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ما لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله فلا يعطى، لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء ليس موجودا فيه.